كيف ممكن المخترق يسرق حسابات في السوشيال ميديا، وهل من الممكن أن نرجع هذه الحسابات المسروقة أو لا؟ كل هذا راح نشوفه بهذه المقابلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم بمقطع جديد، معكم ياسر رد. الموضوع اليوم مختلف شويتين، وهو جواب أكثر سؤال يجيني: ياسر كيف ممكن نخترق حسابات في السوشيال ميديا؟ أو ياسر أنا حسابي انسرق، كيف أرجع حسابي؟ أو ياسر نبي نحمي نفسنا من هذه الهجمات، أو أبي أحمي حسابي عشان ما ينسرق. كل هذا تكلمته في المقابلة بشكل مختصر ومفيد ولطيف، إن شاء الله راح تستمتعون ويكون خفيف عليكم، لكن نبي منكم نوصل المقطع هذا 100 لايك، وتقدرون توصلونها، انتم كفو، وصلتوا قبلها اكثر، نقدر نوصل هذا 100 لايك. واشترك في القناة اذا ما انت مشترك، ما نبي نطول عليكم، اترككم مع المقابلة. مستمعينا، بعدنا معكم ببداية حلقتنا لليوم من هدى وهن وشبكات التواصل الاجتماعي. هذه الشبكات اللي صارت بتشغل جزء كبير من حياتنا الشخصية والعملية على مدار تقريبا 10 سنوات أو أكثر شوي. ازدادت منصات التواصل الاجتماعي أهمية وازدادت استخدام، ليوصل عدد مستخدميها تقريبا ل 3.5 مليون مستخدم نشط بالعالم. طبعا هيدا الانتشار وهيدا التوسع الكبير سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أكيد بالمقابل بيقابله مخاطر اختراق، مخاطر انتهاك خصوصية الأشخاص وسرقة بياناتهم. اليوم رح نحكي عن موضوع دايما بنسمع أنه تم سرقة حسابي على إنستغرام، حسابي على تويتر وإلى آخره. الأشخاص العاديين حتى هني كمان عم يتعرضوا لهالشي، حنفهم ليه كيف، وكيف فينا نسترجع الحساب إذا كان في هناك مجال للاسترجاع بسهولة. خليني رحب بضيفنا الموجود معنا على الهواء مباشرة، ياسر فهد الشمري. ياسر أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا أختنا، يسعد نهارك يا ياسر. حضرتك مهندس شبكات ودائما عم بتكون معنا من خلال هذه الفقرة، عم نحاول نوعي مستمعينا بأشياء بتتعلق بشبكات التواصل، باستخدامهم للإنترنت. اليوم حتى الأشخاص العاديين صاروا يتعرضوا لسرقة حساباتهم، فيني أفهم ليه؟ يعني الشخص المشهور ممكن نفهم، يا بدهم يوصلوا في بعض الأحيان مسج، يا أما في شيء معين، بس الشخص العادي اللي حتى ما فيش أرقام كتيرة بحساباته، ليه بتم سرقته؟ أولاً صراحة جداً سعيد أن أكون في هذا الفقرة صراحة، وجداً سعيد الإقبال الجميل من كل الجماهير. بالنسبة ليش يتم سرقة حساب شخص عادي وليس مشهور، الأسباب تختلف، أسباب إجرامية وأسباب شخصية. يعني لو تكلمنا عن أسباب شخصية بمعنى أنه عنده بعض من الغيظة على الشخص هذا بحيث أنه يبي يخرب عليه بأي كان من الموجود، يعني تم استخدام الاختراق عن طريق الحق بين شخصين. نعم تمام. وعندنا الطريقة الثانية اللي هي طريقة إجرامية، بحيث أنه أنا أخسر أكبر عدد من الحسابات الموجودة. نعم. وأنا كمخترق بإمكاني أخذ هذه الحسابات ويتم بيعها في الإنترنت المظلم. نعم. والشخص المشهور عادة شو الأسباب اللي ليه بيسرقوا حساباته؟ الحسابات اللي فيها أرقام كبيرة. الأسباب تختلف للأمانة، في على كل شخص عنده أهداف خاصة بهذا الشيء. نعم. لكن إذا تكلمنا في منظور إنه الشخص المشهور، الشخص المشهور يعني هو مشهور، فأكيد أي شخص بيخترق حسابه لغرض الشهرة، حيث إنه يعني سواء ينشر حسابه، سواء ينشر رسالة معينة للناس. نعم. الأكثر الأسرع طريقة ممكن تكون بحيث إنه تتم اختراق حسابات كبيرة جدا حكومية. نعم. ويتم إرسال رسائل عن طريق هالحسابات. نعم. هذيك اليوم كان في شغلة ملفتة بالنسبة لإلي، أكثر من شخص حتى يعني بيقربوني وبعرفهم
كان في اختراق لحساباتهم اللي ما عليها أرقام كتيرة، بس الملفت جدا للنظر اللي استغربته إنه اخترقوا الحسابات وحطوا إعلانات لشركة معينة، يعني حسيتها شغلة جديدة هيدي نوعا ما. والله أختي صراحة قلت الأهداف تختلف عن نعم شخص لآخر. نعم صحيح. طيب شو الطرق اللي فينا نحمي فيها حساباتنا من الاختراق؟ هو عشان نحمي حساباتنا لازم نعرف أصلاً كيف ممكن تنسرق هذه الحسابات، نعم وكيف المخترق يفكر وياخذ هذه الحسابات. فإذا عرفنا كيف طريق الهجوم نعرف طريق الحماية. طيب خبرنا. تمام، كيف ممكن نسرق الحسابات؟ طبعا بغرض التوعية. في البداية المخترق إذا كان بيستهدف شخص معين نعم هو يجمع معلومات عن هذا الشخص، بمعنى أنا أشوف هذا الشخص مهتم في إيش؟ وش هي رغباته؟ هل هو ناوي يسوي حاجة جديدة؟ هل هو ناوي يشتري حاجة جديدة؟ هذه تدخل في أمر اللي هو مثل ما تكلمنا الفقرة السابقة بسرقة أموال هذا الشخص، بحيث إنه نجمع معلومات عن هذا الشخص، نعم بحيث الشخص والله نفسه يشتري آيفون، نفسه يشتري أندرويد، نفسه يشتري حاجة معينة، لبس معين، فممكن أجي أستهدف هذا الشخص باستخدام موقع فيك أو مزور، نعم وممكن أقدر آخذ هذه المبالغ منه بحيث إنه ياخذ أحد المنتجات اللي يبيها في هذا الموقع الفيك أو المزور نعم ويحطها بالسلة، ويتم دفع هذه القيمة. تم دفع قيمة ليس موجودة في ظاهر الموقع، إنما المختلف في المختلف الموقع هذا هو اللي سواه، بحيث إنه ما يسحب 200 دولار، يسحب 5000 دولار. نعم هذه من أحد الطرق اللي ممكن تتضمن يعني سرقة شخص معين، سرقة أمواله. طيب نعم هي جمع، هي الفقرة الأولى جمع المعلومات عن الشخص. ممتاز. نعم من جمع المعلومات الموجودة بحيث إنه نعرف الشخص هذا هل عنده حسابات سوشيال ميديا ثانية ولا لا، بمعنى الشخص هذا هل عنده انستغرام، هل عنده سناب شات، هل عنده تويتر. طيب وش تفيد من المخترق؟ نجيك بعد الخطوة اللي هي الثانية. نعم الخطوة الثانية ممكن من أحد الخطوات الموجودة أنا أجي أخمن الباسورد حق حسابه، بمعنى إنك أنت تدخلين في واجهة تسجيل الدخول في موقع من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن أخمن هذا الباسورد. نعم طيب أخمن بشكل يدوي بشكل متعب؟ لا، لأنه في بوتات أو برامج اختراق بحيث إنه تخمن الباسوردات نعم ب 5000 باسورد ب5 ثواني، بحيث إنه أجمع بعد ما أجمع معلومات أجي أخمن الباسوردات اللي ممكن احتمال تكون، يعني اسمها وأرقام بعدها إلى آخره. نعم هذه من أحد أساليب الاختراق، ونجيها برضو عن طريق الحماية في هذا، في هذه الخطوة. نعم برضو من الأشياء اللي ما حد بيده شيء، يعني ما حد بيده شيء لكن بإمكان نحمي نفسنا من هذا الشيء، هو الحسابات المسربة أو البيانات المسربة في مواقع أخرى يعني تعطي هذه البيانات، بمعنى أنه تم تسريب بيانات حسابات فيسبوك، ولا تم تسريب بيانات حسابات انستغرام. طيب تم تسريبها، اليوزر نيم الباسورد تكون موجود. نعم اذا كان اليوزر نيم الباسورد حقي موجود هناك، المخترق بامكانه بكل سهوله يدخل حسابي ويا رقم سري. نعم فهذه احد الطرق الموجوده، والاحد الطرق اللي احنا ذكرناها في الفقره السابقه، بمعنى انه بدل ما اجي وادور عن الباسورد او خم الباسورد، اخلي هو يحط الباسورد بصفحه مزوره نعم مشابهه طبق الاصل في احد المواقع التواصل الاجتماعي، بحيث انه يخلي يحط اليوزر نيم الباسورد. لكن هذه الطريقه ذات اوانها، نعم انه طريقه تعتبر قديمه واغلب الناس توعد في هذا الشيء. طيب كيف نحمي حساباتنا؟ عرفنا كيف المهاجم او المخترق يفكر، كيف نحمي حساباتنا؟ في اول الاشياء انه كجمع معلومات بامكان ننقص المعلومات اللي نشاركها مع الناس، الاشياء اللي نبيها، الاشياء اللي نحتاجها مو لازم نشاركها احيانا في التواصل الاجتماعي. نعم. الطريقة الأخرى في تخمين الباسورد، لازم يكون عندك أحد الأرقام السر القوية في حساباتك في التواصل الاجتماعي، بحيث إنه ما نحط اسمنا، نحط أرقام. هذه من أحد الباسوردات السهلة والغير يعني من غير إنه ينصح بها، يعني هذه الباسوردات جدا ضعيفة،
بإمكان الشخص يخمنها بشكل سريع. نعم. لازم يكون عندنا رقم سري لا يقل عن 8 خانات، والخانات الموجودة لازم يكون في كابيتال، لازم كابلتر أو حرف كبير أو الحرف الصغير. نعم. تمام. وفي أرقام وفي رموز. نعم. لازم يكون باسورد قوي أو رقم سري. نعم. وبرضو عندنا بالحسابات المسربة للأسف الشديد كثير ناس ممكن تسويها، ومتأكد ممكن 50-60% ناس يسوونها، بحيث إنه إذا شخص ما له بالتقنية بيسويها على طول، لأنه نعم. يسوي إيميل واحد، والإيميل هذا يحطه لكل حسابات السوشيال ميديا، سناب شات، تويتر، إنستغرام، كل حسابات التواصل الاجتماعي، يحط الإيميل الواحد هذا، بحيث إن إذا عرفت إيميله وعرفت باسورد من أحد باسوردات التواصل الاجتماعي بإمكان أخذ حساباته كلها. نعم. عندنا. نعم. وهذه من أشياء يعني مصيبة. نعم. أمانة مصيبة. لازم كل شخص يوفر باسورد مخصص لموقع معين. نعم. كل موقع له باسورد مخصص، والإيميل يفضل كل تواصل مع كل موقع أو كل حساب يكون له إيميل مخصص. بس هيك بدها تكون الذاكرة كتير قوية. أيوة، عشان كذا إحنا ما نحط الباسورد مختلف تماماً، ممكن غير بسيط، شيء بسيط في الباسورد. نعم. يعني لو جينا أعطينا مثال، مثلاً الباسورد حقه مثلاً باسورد يكون قوي لكن يتذكر، مثلاً اسمي وشيء أحبه، وإنه الإنستغرام مثلاً يكتب أو إنستا، فيعرف إنه أوكي آخر شيء هو إنستا، تويتر، إلى آخره. نعم. فهذا بيكون سهل للتذكر. نعم. والشيء المهم جداً واللي لازم كل الأشخاص يسوونه الآن بعد ما يسمعون اللقاء هذا، ضروري جداً. نعم. في تفعيل تحقق من خطوتين، بحيث انه تو فاكتور اوثنتيكيشن، بحيث انه لما احد ياخذ الباسورد حقه من احد الطرق اللي احنا ذكرناها، بامكان انه يجي اوكي عطني رمز اللي ارسلناه في الجوال، ولا اعطي رمز اللي ارسلناه في الايميل. نعم. لازم وضروري يوثقون حسابهم. طبعا. كثير حسابات تم سرقتها بسبب هذا الشيء، عدم توثيق الحسابات. نعم. عادة إذا انسرق الحساب بيرجع بسهولة، وهل الشخص العادي بيقدر يرجعه ولا لازم تستعين بحدا مختص؟ ترجيع الحسابات ما تحتاجين ترجعين لشخص مختص، والأسف هذا الشيء عند الناس ما هو يعني مفهوم بشكل قوي. يعني مثلا تم اخترق حسابي، أروح أتواصل مع هكر عشان أرد حسابي؟ لا، غلط. الهاكر نفسه هذا أو المخترق هذا. نعم. هو راح يخترق أنت برضو، ما راح يرجع الحساب. نعم. الطريقة الصحيحة لاسترجاع حسابات بفرصة كبيرة جدا إنك ترجع هذه الحسابات، ممتاز، إنه نجي نتواصل مع دعم الشركة نفسها، بمعنى. نعم. أنا تم اخترق حسابي في حساب الفيسبوك. نعم. أروح أتواصل مع سبورت فيسبوك، سواء في خطوات جاهزة في الموقع إذا. نعم. تم نسيان كلمة الباسورد، لو أعطيناك سيناريو الآن، أنا تم اختراق حسابي، كيف ممكن أرجع حسابي في الفيسبوك؟ في خانة أنه لما ما حط الباسورد، هل نسيت الباسورد؟ نعم. نحط نعم، ويتم بعدين أوكي عطني بعض المعلومات اللي تثبت أنك أنت ياسر اللي هو صاحب الحساب. نعم. من احد الاشياء انه نخلي الشركه تعرف انه هذا صاحب حساب. نعم. انه يصور صوره وماسك بطاقه الاحوال. نعم. وهذه قصه صراحه صارت يعني على احد اقربائي. نعم. تم اختراق حسابه في الفيسبوك واسترجع حسابه بكل بساطه، بحيث انه تواصل مع الدعم وارسل صوره موثقه له هو ماسك بطاقه الاحوال. نعم. وابد بدقائق الا حساب رجع وغير. ايوه، ورجع. نعم. وغير كلمه السر. اي نعم. نعم. شكرا جزيلا ياسر، يعطيك الف عافيه. يا اهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك.